جائزة البناء هذه الآلية اللي كنا نعمل بها سابقا، ولكن الآن هي مو شرط وهي متاحة للجميع. لكن أنا أتذكر بأنه إحنا كنا سابقا نعمل بآلية إجازة البناء، والكوثة والصفة كانت تأتي على أساس إجازة البناء. الآن هي ليست شرط. أقول يعني المواطن العراقي كان يطرق أبواب الإنشائية وهو يحمل إجازة البناء. الآن بإمكانه أي صاحب حاجة، أي صاحب بناء أو ترميم، يقدر يشتري المادة المتوفرة في مخازن الشركة العامة للمواد الإنشائية ويشتري على أساس الأقساط أو على أساس النقدي.